السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أتمنى لكم يوم سعيد وعمر مجيد وعمل سديد إن شاء الله ورأي حكيم لكل واحد فيكم في أي مكان في العالم في كل مكان إن شاء الله آه، لنا جميعا طبعا قطعت عنكم حوالي ست أسابيع أو أكثر كنت بفضل الله سبحانه وتعالى مسافر فيها في ست دول مختلفة من باكستان رحت فيها كشمير وبلوشستان إلى كاميرون إلى جمهورية أفريقيا الوسطى ومن بعدها رحت قطر والكويت والعراق وها أنا بين أيديكم اليوم في هذا اللقاء. النهارده اللقاء إحنا بنسميه أسباب عشر أسباب للنجاح المجتمعي. إحنا مش هنقول حاجات جديدة لكن امبارح كنا بنحتفل باليوم العالمي لحقوق الانسان وقبل كده باسبوع او باسبوعين كنا بنحتفل باليوم العالمي للتطوع الى اخره الى اخره فانا بشكر طبعا الشباب اللي انا بشتغل معاهم أحمد الحيت واحمد الشيخ وعبد الرحمن نحاس ومهر السيد الى اخره من مساعدتي انا ليه النهارده بتكلم عن عشر اسباب للنجاح وحطيت صوره هذا الرجل الكريم الرجل ذو الصدر السليم والرجل ذو الحلم الذي اراد ان يحقق الله له قبل ان يموت وانا في بلوشستان في اخر الرحله واحنا بقى قعدنا ثلاثة ايام واحنا خارجين عدينا على الاخ اللي هو ده لواري اللي, اللي هو انا متصور معاه جنبه ده وهو رجل عنده الكافيتيريا بتاعته دي اللي بيقدم فيها شاي في وسط الصحراء شاي وميه وقهوه للناس كلها ولما هو موجود بيسيب الجاكيت بتاعه متعلق واللي يروح يعمل لنفسه ما شاي بتاعه ده يحط ايه آه الفلوس في جيب الجاكيت بتاعه هذا الرجل كان ليه حلم كبير جدا وانا طبعا بهدي المحاضره النهارده للاخ لواري اللي هو من اقليم من شاغي في بلوشستان في آه هناك يعني في قريه طبعا اسم القريه موجوده هنا هو والمحافظه موجوده هنا كان حلم حياته انه يقابلني قبل ما يموت. حلم حياته كان يقابل انا قبل ما يموت، حتى لما رحنا له والشباب قالوا له ده فلان الفلاني قال لهم لا مش مصدق انتوا بتكذبوا عليا، قال له والله ده فلان الفلاني. فما كانش مصدق انه انه هيقابلني قبل ما يموت، ده طبعا بي 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 بينم على نوع من انواع الاخوه لا فيها لا مصلحه ولا فيها اي نوع من انواع الكسب. المادي فلذلك انا بهدي المحاضره النهارده لاخونا لواري ربنا يديله الصحه ويربي بقى بناته ويعطيه عمر مديد ان شاء الله وهو عنده جمعيه صغيره ايضا في المنطقه بتاعته بنساعدها احنا ايضا كذلك انا بتكلم عن عشر او 10 اسباب من اسباب النجاح اول حاجه فيهم انا مش بتكلم في الدين دلوقتي ده اخلاق عامه اخلاق عامه اللي عايز دخلها في الدين دخلها اللي عايز دخلها في اي شيء دخلها انا بتكلم اخلاق عامه لابد ان تكون هي عوامل نجاح العمل المجتمعي الاول اول حاجه فيها اللي هي سلامه الصدر اللي فوق دي كلها اللي احنا هنتكلم فيها في الاول على ايه هي الامراض اللي بتكون في صدر كل منا انا اولكم انا اولكم اول الأمراض انا حطيت هنا حوالي 17 17 او 18 مرض من امراض القلوب اللي من اولها الحسد والحقد والغل والغلول والغيبه والنميمه والكذب والنفاق والخداع والمراءة والبهتان والضغينه والبغضاء والرياء والعجب والخيلاء والكبرياء وفساد ذات البين. عايزين نشتغل مع المجتمع؟ ليه نقول الكلام ده النهارده؟ بعد كل الرحلات دي كلها وبعد كل السنين اللي احنا في العمل المجتمعي والعمل الانساني ليه؟ لان في بعض الطفيليات دخلوا العمل العام بعض الطفيليات الجرثوميه من الناس اعتلوا منصات ليست لهم بعض الرويبضات الجهله اللي منهم منافق ومنهم مغالي ومنهم كذا ومن كذا تصدروا العمل الاجتماعي وتصدروا العمل الانساني. فانا برجع بيكم ايها الشباب خطوه لورا كده ونبص ان اردت ان تعمل وتنجح في العمل المجتمعي داخل مجتمعك او في اي مجتمع في العالم فلا بد ان نتبع هذه العشريه اللي اولها سلامه الصدر. سلامه الصدر انا هرجع واقول ان في القلب في الجسد مضغه. اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. وداخل المضغه دي في نقطه سوداء. اللي هي اسباب الامراض ال 18 اللي انا قلتهم يبقى اول اسباب النجاح ان انا اجاهد نفسي انا شخصيا النجاح عمره ما هيكون بالفلوس ولا بالاعلام ولا بالكلام الحلو كله ده فنكوش النجاح هيكون بانت من دخلك ايه؟ انت نيتك ايه؟ اقول اسباب اقول الامراض القلوب ودي مش كل امراض القلوب دي بعض امراض القلوب ننظر في انفسنا هل نحسد هل نحقد هل ن... 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 كل كده عندنا يعني ي... يجينا الغل كده عندنا غل ضد واحد كده من الناس او عندنا غلول على الغل والغلول هل بنغتاب اللي حوالينا هل بننم هل بنكذب هل بننافق هل بنخادع هل, بن... هل بن... بنتعامل في المرآة وال... هل بنتكلم عن انسان ونبهته بهتان؟ هل عندنا ضغينه ضد احد؟ هل عندنا بغضاء ضد احد؟ هل بنرائي؟ بنرائي الحكماء، بنرائي الحكام، الوزراء، الملوك، الرؤساء الى اخره. هل بنعجب بنفسنا لما نعمل حاجه زي ما احنا بنشوف ماتشات الكوره كده يا ينط ايه؟ خلاص دخل الجون، مش انت مدخل الجون، اللي مدخل الجون الفريق بتاعك كله مدخل الجون. المفروض ان تسجد لله شكرا بعد ما تدخل الجن وقبل ما تدخل الجن هل احنا ما احنا ماشيين في الشارع كده ماشيين بنزهو بانفسنا ونقول يا ارض اتهدي ما عليك ادي ها هل احنا عندنا كبر في انفسنا هل احنا بنمشي بين الناس ونفسد بينهم يبقى الحسد والحقد والغل والغلول والغلول والغيبه والنميمه والكذب والنفاق والخداع والمراه والبهتان والضغينه والبغضاء والرياء والعجب والخيلاء والكبرياء وفساد ذات البين دي أول نقطة في أو أول سبب من أسباب العشرة للنجاح في العمل المجتمعي انظر إلى نفسك يا أختي أو يا ابنتي وانظر إلى نفسك يا أخي أو يا ابني انظر في هذه ال 18 نقطة في قلبك قبل ما نخرج للمجتمع قبل ما نقول احنا هنقف علشان نتحدث مع الناس نتحدث عن ايه وانا من جوه يعني المثل المصري بيقول لك من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. يعني الله يعني ده يعني ايه؟ يعني كل الامراض دي موجوده فيا. انا بمثل على الناس، انا بكذب على الناس. ها؟ ما ينفعش، لن ننجح حتى ولو انتفخت ها آآ آآ حساباتنا في البنوك. وهميه كلها وهميه، ان اردت ان تنجح فعلا لكي تبني مجتمع فأول شيء بيكون عندنا هو سلامة الصدر زي ما كان في ليلة من الليالي الرسول صلى الله عليه وسلم لقى دخل كده وقال إيه أطلع عليكم رجلا من أهل الجنة فدخل واحد راجل عادي ثاني يوم سأطلع عليكم رجل من أهل الجنة دخل ثاني يوم, يوم دخل فأحد الصحابة قال بقى الرجل ده هيخش الجنة ازاي وإيه اللي خليه يخش الجنة فراح يبيت عنده في البيت لا ما بيعملش حاجة خالص أكثر من إنه بيقوم بالأمور العادية اللي كل واحد منا بيعملها. كل واحد منا بيعملها. فقال عنده اليوم الأولاني ما عملش حاجة فيها خارقة، ما مسكش القرآن وخلصه في ليلة أو مسك ال أو قعد يقيم الليل طول الليل أو قعد يعيط ويدعي لا عادي. في يوم مشي. فبيسألوا الراجل، قال له يعني أنا جيت هنا وقلت لك إن أنا فيه مشكلة بيني وبين أبويا لكن ما كانش فيه مشكلة، أنا جيت عشان أشوفك. إيه كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة؟ قال له أنا ما بعملش أكثر من اللي أنت شفته. قال له ياه، قال, قال له إلا، قال له أيوه أنا عايز إلا دي. إلا أن أنا لما بجي أنام بالليل في السرير بتاعي أو على الأرض بتاعتي بشيل كل الضغينة والحقد وكل الأمراض دي من قلبي ويكون قلبي سليم وصدري سليم على كل الناس قال له هي دي ودي أصعب ما في الحياة أن لا يكون في قلوبنا ذرة من كره أو بغض أو سوء ظن ها أو حقد أو حسد أو أو إلى آخره هي دي لأن فساد ذات البين زي ما احنا عارفين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها الحالقة التي لا تحلق الراس ولكنها تحلق الدين. ده اول خطوه في او اول خطوه في اسباب النجاح المجتمعي ان يكون قلبي وقلبك وقلبي وقلبك وقلبي وقلوبكم سليم للناس اللي احنا بنخدمهم. وده اللي هيخلي الناس تؤمن بيك وتقف جنبك وتساعدك وتساعدك وتحبك وتحبك. ليه؟ لأن سلامة الصدر دي هي المجمعة للمجتمعات وللبشر حولك وهي من أصعب التحديات أمام أي عامل مجتمعي وأي عامل يعمل في داخل المجتمع ويتصدى للمشاكل المجتمعية مع النساء مع الأطفال مع المرضى مع العجزة مع المحتاجين مع النازحين مع اللاجئين مع المشردين مع الأسر الأسرة مع المساجد إلى آخره إلى آخره سلامة الصدر نمره واحد. انتوا بتقولوا لي ليه أنا يمكن تسألوا انا ليه عملت الهرم النهارده معكوس؟ لان قوه المال وسلطان الجاه اخر حاجه نفكر فيها. حطيتها في قاعه الايه؟ قاع الايه؟ قاع الهرم. اما في في القمه يا سلامة الصدر زي ما احنا اتكلمنا عنها من دقائق. نمره اثنين انها تكون نيتي حسنه عارفين الاحسان يعني ايه ان نعبد الله كاننا نراه فان لم نكن نراه فانه يرانا الاحسان في كل عمل بنقوله في النيه اللي كل يوم بنقول نجدد نوايانا انا خارج النهارده الصبحيه علشان ايه نيتي ان انا خارج علشان ازور اسره فيها ايتام فيها ارامل فيها مساكين فيها فقراء فيها مرضى فانا خارج خارج ونيتي حسنه لكي ازور هذه الاسرة او هذا المريض او هذا المحتاج الى اخره الى اخره فلابد أن فقط مش تكون نيه لابد ان احسن التعامل مع نيتي من خلال سلامه صدري دي نمره واحد ونمره اثنين يعني القصه بتاعت الراجل اللي احنا شفناه في الاول ده مفيش بيني وبينه اي علاقه الا انه في يوم من الايام قال يا رب أنا مش عايز أموت قبل إيه؟ بشوف فلان الفلاني. قد يكون فلان الفلاني هو أحد أحدكم أنتم. قد تكوني أنت يا أختي أو أنت يا أخي رحتوا وسمع عنكم ناس أنه ساعدتوا ناس وتمنوا تمنوا تمنوا أنهم يروكم ويخالطوكم ويجالسوكم ويتحدثوا إليكم ودعوا إليكم بظهر الغيب. ودعوا إليكم لكي يحمي الله سبحانه وتعالى أن يحميكم أنتم وذويكم ويترفع أعماركم ويسدد خطاكم ويبارك في أرزاقكم وفي أولادكم وفي صحتكم لا تدرون من يدعو لكم وده بيأتي من سلامة الصدر وإحسان النية الأولى نمرة اثنين ثلاثة نخلص النية احنا بنعمل الأمر ده لمين أنا بعمله عشان عايز أخذ وظيفة أو أنا بعمله عشان عايز أخذ علاوة أو أنا بعمله عشان أطلع في التلفزيون أو انا بعمله عشان يجي لي عدد من اللايكس والهاشتاج كتيره والناس تتكلم عني او انا بعمله عشان ايه اتقدم بيه لواحده اتجوزها او لواحده أتجوزه الى إيه اخره انا بعمله عشان الناس يقولوا عليا ان انا ان انا انسان ممتاز ان انا نصير الفقراء نصير الغلابه كل دي ما فيهاش اخلاص للنيه من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لامرأة ينكحها أو تجارة أو أو إلى آخره فهجرته إلى هنا تكون خدمة الناس ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله يبقى إخلاص النية بعد إحسان النية لله سبحانه وتعالى إخلاص النية بعد إحسان النية لمن؟ لله سبحانه وتعالى فاهمين يا شباب العمليه مش عمليه جدعانة انا هجيب شهاده من هنا من كامبريدج ولا من اوكسفورد ولا مش عارف من جامعه القاهره ولا من جامعه الرياض ولا من جامعه سربون ولا من جامعه هارفارد كل ده ولا مؤاخذه بدون الاساسيات اللي في داخل قلبك انت فنكوش وانت فنكوشه متفنكشه وكلكم متفنكشون معايا النقطه الرابعه احسان العمل إذا عمل أحدكم عملاً فليتقنوا الإتقان إحسن في كل شيء أنا رحت أوصل المية لقرية من القرى وأنا بأخذ عليها أجر فلابد أن أجلس إلى أن أتأكد أن المواسير التي وضعتها هي مواسير صالحة وتستطيع أن تحافظ على المياه وتستطيع أنها تبقى أكبر مدة لخدمة هذه القرية أنا عايز أروح أدرس الأطفال فبقف في الفصل لغاية ما أشعر أن الطفل والطفلة فهموا كل شيء ما بقفش عشان في جرس حصة بيتعمل أنا بقعد أعلم الناس شيء في وعي برفع وعيهم أو رايح أكشف على آه غلابه ناس غلابه في في مخيمات أو... فانا بقعد معاهم الجلسه الكامله علشان اسمع منهم كل الامهم اللي بيعانوا منها لكي استطيع ان اكتب لهم الدواء فاحسن في الكشف احسن في التدريس احسن في الاصغاء الى محاجياتهم احسن في العمل احسن في بناء البيوت اللي هم اللي احنا بنبنيها لهم او ب... او بناء الخيام اللي احنا بنبنيها لهم او بناء ال... ال... المخيمات اللي احنا بنبنيها الى اخره الى اخره آخر. فالاحسان في كل شيء مش لان ده مال سا مال عام يبقى مال سائب مش لان ده مال عام يبقى مال ومال فقراء ومساكين ومحدش هيسال يبقى مال سائب حرام ثم حرام ثم حرام احسان العمل النقطة الرابعة ودي أو الخامسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اللي هي التواضع وخفض الجناح ودي خطيرة وترجع لسلامة الصدر في الأول ما مثلش على الناس أعيش بأريحيتي أكون بين الفقراء وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ها أنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يحشره في زمرة المساكين وهكذا كانت دعوة كل رسول وكل نبي من الأنبياء كأتوا لينقذوا هؤلاء الفقراء والمساكين والمحتاجين من الظلم الطغاة وجور السلطان ومن كبرياء اللي هم الأمراء والرؤساء والوزراء إلى آخره فلا بد أنا أكون في شخصيتي الداخلية حب التواضع وخفض الجناح إلى من هم دوني ولا أشعرهم بأنني أعلى منهم في أي شيء لا في العلم ولا في الملبس ولا في الكلام ولا في المظهر ولا في الحركات ولا في اللغات اللي أنا بتكلمها أبداً أقعد في وسطهم كأني منهم لأن أنا منهم لأنهم هم اللي بيصرفوا عليا هم اللي بيدفعوا المرتب هم اللي جابوني عندهم من أموالهم اللي بيتبرعوا بها المتبرعين لمؤسستي علشان أصل إليهم تواضع وخفض الجناح النقطة السادسة اللي هي ان انا احب ان اخالط الفقراء مش بروح كوظيفة بقى يا عم خلا بلا قرف انا رايح دلوقتي والبيوت دي معفنة وفيها دبان وريحتهم منيلة بعيد ستين نيلة لا انا رايح هناك وانا بحب العمل وبحب حينما ارى انني ازور منزلا غير نظيفا انظفه زي ما كان سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر بيتبارك على انهم ايه يروحوا ينظفوا بيت المراه العجوز الايه البصيره احب احب ان انا ايه اكون معهم واحب أخالتهم ها احب اخالط الفقراء ها يعني انا بقيت يعني شوف هي ماشيه ازاي بنظف قلبي من فوق واحسن النيه واحسن واخلص النيه واحسن العمل واتواضع واحب مخالطه الفقراء مش العمليه مش وظيفه مش احنا ساعتين بقى هنقضيهم بقى وخلاص يلا يا عم اقلب الصفحه لا ده حب تذهب الى من تحب لتبقى مع من تحب ولتعمل ما تحب لمن تحب وبعدين الحلوة الحته الحلوه الاخيره اللي دي اللي هي حب قضاء حوائج الفقراء والمساكين ودي كنت احنا فاكرين في او مثل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل المسجد النبوي الشريف ولقى راجل معتكف معتكف يعني في رمضان ها آه فقال له لقد سمعت صاحب هذا المقام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من خرج في حاجة أبيه خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا شهر أو شهرين على حسب الرواية الاعتكاف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة بألف صلاة وفي رمضان والله يضعف لمن يشاء وقيام الليل بقى لكن كونك تسيب الاعتكاف اللي هو المجهود الشخصي والعبادة الشخصية إلى أن تخرج في قضاء حوائج المساكين والفقراء التي الذي ليس بينك وبينهم أي رابط كما كان كما كان أخونا اللي أنتم يمكن بعضكم ما شافوهوش دلوقتي اللي هو ده كان بيدعو الله سبحانه وتعالى أن يرى فلان الفلاني. خد بالك؟ مفيش أي رابط. مفيش أي رابط. ها انك تخلف قضاء حاجات المساكين والفقراء خير لك من ان تعتكف في مسجدي هذا ده 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 البناء المجتمعي اللي, اللي اكد عليه المعلم صلى الله عليه وسلم المعلم الذي نفتخر به في الدنيا والاخره صلى الله عليه وسلم يبقى قضاء حوائج المساكين تحب ان تقضي حوائج المساكين النقطه اللي بعد كده هي الثامنه او التاسعه بناء الصف الداخلي والشركات الخارجيه يعني ممكن احنا قاعدين مع بعض في جمعيه واحده او في شركه واحده او في مصنع واحد لابد ان نتحول من موظفين الى لحمه تستطيع ان تحافظ على الشركه ان تحافظ على المؤسسه ان تحافظ على الجمعيه ان تحافظ على كل المصنع الى اخره الى اخره ما يكونش الضغينة والبغضاء والحقد والحسد تفرق بينهم من بعضها فتنهار الشركة وتنهار الجمعية وتنهار المؤسسة وتنهار المكت... المصنع إلى آخره وتنهار الدولة وتنهار الوطن وتنهار المجتمع إلى آخره ونرجع مرة أخرى نشوف أن احنا في الداخل لابد احنا كأفراد نبني الصف الداخلي نكون متغافرين متسامحين متكاملين آه. عندنا شفافية عالية بيننا وبين زملائنا في في الجمعية، زملائنا في المدرسة، زملائنا في المصنع وزميلاتنا في المصنع، وإلا هيبقى العملية مفيش إنتاج، هيضعف الإنتاج. وتفكك المجتمعات. هنا الصف الداخلي والشركات الخارجية. اللي بعدها عندنا إدارة عليا، نحترمها. نحترمها. ونناقشها. لكن مجرد ما بناخد القرار لابد بنلتزم بيه. طالما اصبح قرار وافق عليه الجميع حتى ولو لم يكن على هوايه. حتى ولو لم يكن على هوايه، زي احنا بنلعب في فرق في فرقه فرق. انتوا بتحبوا كلكم كره القدم، نلعب في كره القدم. اللعيب الحريف اللي فاكر نفسه ان هو هيدخل الجون وياخد الكره من الجون للجون يدخلها واللي هو احسن واحد ممكن يدخلها مره. لكن مش هيدخلها كل مره. لابد يعلم ان هو لعبة كرة القدم كفريق وليه قيادة وليه مرجعية لعبة كرة السلة كفريق لعبة الكرة الطائرة كفريق وهكذا والهوكي وكل الحاجات دي كلها والكريكت الى اخره الى اخره وانا جزء من هذا الفريق وليا كابتن في الفريق ها فلذلك واحنا بنبص الاسباب العشرة او ال11 سبب للنجاح المجتمعي فلابد ان احنا نلتزم بالاداره العليا بعد ان نناقشها من حق ان نناقشها في كل شيء لكن مجرد ان ناخذ القرار فاذا عزمت فتوكل على الله مجرد ما اخذنا القرار يبقى نتوكل على الله ونمشي في مسيره واحده مش واحد يمشي كده واحد يمشي كده واحد يمشي كده واحد يمشي كده مش هكون في محصله قويه لكي نصل الى النتيجه المرجوه التزام بالاداره العليا والتزام ببناء الصف الداخلي النقطة اللي بعدها اللي هو العلم والتعلم العلم هنا علمين في علم دنيوي نستطيع أن ندير به المجتمعات ونستطيع أن ندير به الشركات ونستطيع أن نخرج به النظريات والأبحاث إلى آخره إلى آخره والاكتشافات في الجغرافيا في المعادن في الحساب في الرياضيات في كذا في كذا في كذا في كذا في التجارة في الصناعة في الاعلام الى اخره، وعلم اخر لدني وعلم وعلم ديني، علم ديني علم فقهي، علم اخلاقي، علم قيمي، ها؟ علم عقيدي فالاثنين لابد ان نبني شخصيتنا بناء على العلمين، مش علم واحد بس. لابد يكون عندنا ورع وتقوى وخشيه ها؟ من العلم القيمي العقيدي الاخلاقي ها؟ الديني، ولابد لنا حرفيه من العلم المادي الذي نستطيع ان نبني به حضارات نبني اهرامات نشق الانهار نبني البحيرات نبني المدارس نبني المصانع ننتج نكتشف المعادن الى اخره الى اخره ننتج المحاصيل ننتج كذا ننتج كذا فلابد ان نتعلم العلمين كان عندي درايه بالعلمين علم ينقي صدري ويزكي نفسي وعلم يجعلني قوي في المجتمع وقادر على ايه بناء مجتمع اما النقطة الاخيرة خالص خالص اللي هو المال والسلطان والجاه وده لو جالنا قبل ما نحط العشر نقط اللي قبليه دول هنضيع المال وهنضيع الجاه وهنضيع السلطان وهنتشرذم ليه لان قاعدة انفاق المال هي التقوى وسلامة الصدر والنقط كلها اللي احنا قلناها دي كلها فلا تحسبن يا بني او يا بنيتي إنكم لأنكم تخرجتم من هارفارد وتخرجتم من كامبريدج وتخرجتم من أكسفورد وتخرجتم من كل هذه الجامعات المرموقة أنكم وصلتم لقمة الهرم هنا قاع الهرم بالنسبة لي هنا قاع الهرم قمة الهرم هي أن تبدأ بسلامة الصدر ودي أصعب نقطة لم ينجو منها الحواريين حواري عيسى وموسى عليهما السلام او صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم او الصالحين لم ينجوا منها بل حتى اولي العزم من الرسل كان لهم بعضهم كان ليه بعض الايه التجاوزات في التصرفات بتاعته الا المصطفى صلى الله عليه وسلم الا المصطفى عليه الصلاه والسلام خد ما ينطق عن هوى إنه هو, إن هو اله يوحى على مشهد القوه فلذلك لما نرجع مرة أخرى مجاهدة النفس دي هي قمة الهرم المعكوس هي قمة البناء المجتمعي ها من تحت لفوق لكن أنا حطيتها فوق عشان تعرف يا خريج كامبريدج ويا خريج أكسفورد ويا خريج الشهادات المفخفخة والجميلة واللي كذا واللي كذا واللي كذا إن من غير قلبك الحتة الصغيرة دي كلها اللي في صدرك كل عملك قد يؤدي إلى جهنم والعياذ بالله فنرجع مرة أخرى للعشر نقاط والأمراض القلب لأن في نقطة من أمراض القلوب اللي إحنا هنرجع نتكلم عنها بسرعة كده سريعا بعد ما نشوف الراجل الكريم ده اللي أنا له المحاضرة اليوم أن نتغلب على أمراض القلوب اللي الحسد والحقد والغل والغلول والغيبة والنميمة والكذب والنفاق والخداع والمراءة والبهتان والضغينة والبغضاء والرياء والعجب والخيلاء والكبرياء وفساد ذات البين. دي نمرة واحد اللي هي في سلامة الصدر نمرة اثنين احسان النية احسان الاخلاص النية احسان العمل التواضع وخفض الجناح حب مقاتلة الفقراء والمساكين حب قضاء حوائج الفقراء والمساكين بناء الصف الداخلي والشركات الداخلية والخارجية الالتزام بالادارة العليا تعلم العلوم المختلفة العلوم الدينية والعلوم اللي هي ايه المادية العلمية ثم قوة المال وعمرنا ما نقف عند هنا دايما نحط في قاعدة عملنا وبنائنا المجتمعات ماذا بعد ماذا بعد بتخلينا في كل حين وفي كل مكان وفي كل ثقافة مختلفة في كل مجتمع نفكر في ماذا بعد حذاري أن نقف عند القمة ولا نفكر في ماذا بعد جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم لاستماعكم وإن شاء الله الساعة واحدة هيكون نفس الكلمة بالإنجليزي Thank you very much and keep tuned 1 o'clock إن شاء الله UK time London time